السالفة يا طويل العمر والسلامة، بهك الملك اللي من قديم الزمان. وكان هذا الملك يعني عجول ومتسرع، وكان عنده وزير. الوزير عاقل ورزين ودائما يعني كلامه طيب، والملك يستشيره بكل شيء، يعني كان ذراعه اليمين. وكان هذا الوزير أي شيء يصير للملك أو يصيب الملك أي شيء، يقول له هذه خيرة من ربي، الخير فيما اختاره الله. أحيانا الملك كان يزعل عليه، يقول يعني يصير لي مصيبة ويقول خيرة من ربي. مرة من المرات كان الملك عنده فرس، وكان يعتني بالفرس الملك ويناظره ويسنعه، وكان الوزير معه. فجأة كذا سبحان الله انجرح الملك جرح قوي. الجرح هذا أدى لأنه يعني تنقطع أصبعه، يعني الطرف أصبعه انقطع قطع قوي. الملك بدأ يتوجع ويصرخ وكذا، هو كان عند الفرس حقته. جاء الوزير قال له لا تضيق صدرك ولا شيء، الحمد لله الحمد لله، خير من الله خيره. الملك ما عاد قدر يتحمل، ليش يقول له خيره وهو الملك يتألم ومقطوع نص اصبعه؟ قال للحرس تعالوا خذوا هالوزير واجدعوه بالسجن، ما عاد بيشوف وجهه. طبعا الوزير وهم يمسكون وبيروحون بالسجن يحمد الله ويشكر ويقول الحمد لله خيره من الله خيره. قال الحين بعد حتى وانا بسجنه يقول خيره، هذا بصاحي أبد. طبعا انسجن الوزير والملك كمل حياته. الملك عنده عادة انه يروح يحب الصيد، يروح يتصيد، ويوم جاي يروح يصيد ويجي، لأنه طبعا الوزير مسجون، قرر الملك انه يروح لحاله. ما حس بنفسه، بدأ يتصيد صيد لين دخل منطقة. هالمنطقة هذه يعني خطرة، والناس اللي بها يعني مو بمسلمين ولا يخافون الله، وناس زي ما تكون يعني استغفر الله يعبدون النار. لقى نفسه ممسوك وعندهم، وهذول الناس مو طبيعيين، وخلاص ما عاد يدري ايش يسوي الملك. فجأة لقاهم ربطينه وقالوا حنا لازم أننا بهالوقت هذا بهاليوم هذا نحط يعني أحد نذبحه زي القربان يعني للنار، استغفر الله العظيم، يعني كفار ولا يعرفون الدين. الملك طبعا خاف وانهبل، قال الحين بيذبحونا. طبعا جاءوا هم بدوا يشوفون الملك ويفحصونه، ناظروا لأصبعه مقطوع، الأصبع اللي انقطع. قالوا لا ما يصلح، إنه في عيب، اللي فيه عيب ما نحطه للنار. ومسكوه وجدعوه، يعني أطلقوا صراحه. قال لا إله إلا الله، الحين تذكرت كلام الوزير يوم ينقطع أصبعي يقول لي خيره، لو أصبعي ما انقطعت أنا الحين هم جادعين بالنار. الملك استرجع كلام الوزير وشلون إنه كان يقول له خيره، وفعلا صارت خيرة، أنه سبحان الله يعني قطعة أصبعه ذي نجته بعد الله سبحانه وتعالى. قال للحراس يلا روحوا جيبوا الوزير. يوم جاب الوزير عنده قال معليش سامحا، وأنا يعني إنسان متسرع ومتهور، وأنت ما شاء الله عليك رجال عاقل، وأنك يعني قلت خيرة. قال طيب يوم أنك تروح للسجن، يوم أنك تنسجن أنت بعد كنت تقول خيرة. قال شوف سبحان الله، لو اني ما انسجنت كان انا دائما ارافقك واروح معك، كان الحين انا اللي محطوط بالنار، لكن الحمد لله انك سجنت ولا رحت معك لهالصيد، ولا الحمد لله لقون، كان انت يعني ما صلحت لهم، ايدك مقطوعه وانا بيلقون اللي بيحطون، لكن الحمد لله امر المؤمن كله خير. دائما اذا صابك شيء يقول الملك، اذا صابك شيء قل الحمد لله خير من الله، أنت بس فقط اعمل الأسباب وتوكل على الله.
ودائما الله يستخلنا الخير تنباركه. وعقبها الملك فعلا اقتنع بالكلام وقال يعني فعلا انه الخير في ما اختاره الله. وبس والله، وحبيت اقول لكم هالقصة القصيرة لانه سبحان الله كل امر المؤمن خير، ودائما الخير في ما اختاره الله، واللي الله سبحانه وتعالى كاتبه يبي يصير لنا، بس حنا نستخير ونتوكل ونعمل الاسباب. ان شاء الله ان القصة عجبتكم، صح انها قصيره لكن قلت لعل بها فايده وعظه وعبره. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا واتوب اليك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم.